هل يعمل الباك اند والفرونت اند على المشروع بالتوازي، ولا لازم باك اند يخلص المشروع الاول؟ والله بص، بنسبة يعني انا عمري ما اشتغلت على مشروع الفرونت اند بيشتغل بعد ما الباك اند يخلص. لا، الاتنين بيشتغلوا مع بعض، لان في حاجة اسمها كونتراكت، مش كونتراكت اللي هو عقد بتمضي، لكن عقد بين الاتنين. ال API انت لسه ما عملتوش، بس انت عارف الريسبونس بتاعه هيبقى ايه، ده بالاتفاق، سواء كان في التيكت نفسها، سواء كان في دوكيومنتيشن، سواء كان في كذا حاجة. انت بتحدد، او انتوا الاتنين مع البروجكت مانجر او مع السكرام، مهم يعني، في اتفاق ثابت ما بين الفرونت اند والباك اند، ان انت الفرونت اند هتبعت الريكوست على الـ على الراوت الفلاني اللي هو لسه ما اتعملش، تمام، وهيجي لك الريسبوند بالفورمات الفلاني، وده اكزامبل بس. فساعتها الفرونت اند هيشتغل شغله عادي جدا، عارف ايه هو الاند بوينت اللي هيكلمها من الباك اند، وعارف ايه هو الريكوست اللي هيتبعت، وعارف ايه هو الريسبونس اللي هيجي له. يشتغل زي ما هو خالص، والباك اند يشتغل زي ما هو، والاثنين بعد كده يتجمعوا مع بعض. في ايرور، في ايشوز، في حاجات مش واضحه، في مش عارف ايه، كل الكلام ده كان المفروض الايديال كيس يعني، او البيست كيس، مش هسمع ايديال يعني، البيست كيس ان يكون كل حاجه واضحه قبل ما الاثنين يشتغلوا، بحيث ان احنا لو خلاص كده عارفين ده هيعمل ايه وهيستقبل ايه، وده هيعمل ايه وهيستقبل ايه، ولما الاثنين يخلصوا نركب الاثنين على بعض الدنيا تشتغل. ده بيكون في التيكتس واضح، تمام، بيكون في الكونتراكت، دي عشان كده اسمها كونتراكت، كونتراكت بين الاثنين. ممكن تبقى اي بي اي دوكيومنتيشن كمان، بس الاي بي اي دوكيومنتيشن ساعات لو انت مثلا بتستخدم سواجر، بتستخدم اي حاجه تخص الاي بي اي دوكيومنتيشن اوتوماتيك، ساعات لازم يكون الاي بي اي اوريدي موجود، الاند بوينت اوريدي موجود عشان تعمل لها دوكيومنتيشن، تمام. فساعتها ممكن يكون التيكت نفسها فيها التفاصيل، او في كونفرنس بيج مثلا، صفحه موجوده في الويكي بتاعه الشركه بتقول الكونتراكت بتاع الجزئيه دي ايه. فانت مش هتبدع من نفسك والفرونت اند يتخيل من نفسه ايه الريسبونس، في اتفاق والاتنين يشتغلوا مع بعض. ده المفروض يكون الطبيعي يعني. لكن بقى ان الباك اند يخلص بعد كده الفرونت اند، ده كلام مش منطقي خالص. ولو في شركات بتعمل كده، واه في شركات في مصر بتعمل كده، ده كلام غريب جدا يعني. مثلا تخيل ان الفرونت اند قاعد ما بيعملش حاجه، مستني الباك اند يخلص. فيعني ازاي؟ طب ما تشتغل، اعمل اي حاجه. بس ده ليه؟ عشان خاطر ما كانش فيه اتفاق من الاول ايه الريسبونس وايه الريكوست المطلوب. ساعتها الاثنين هيشتغلوا، حتى لو معاهم اكزامبلز، مجرد اكزامبلز بس. وانت ممكن تعمل تيست، يونت تيست، هو يعمل يونت تيست، يعمل تيستنج للكود بتاعه قبل اصلا الباك اند ما تشتغل، يقدر هو يعمل تيست على الفرونت اند بتاعته، يعمل موك للسيرفر اللي هيكلمه الاند بوينت، ويعمل موك للريسبونس. انت نفس الكلام، تعمل موك للريكوست وتبعت موك للريسبونس. كل الكلام ده بيتم من قبل ما الاتنين يتكلموا مع بعض اصلا في الريل تايم او في التستنج. كده شرحت بالتفصيل الممل يعني، وسوري، ولكن بالتوازي الاتنين مع بعض، ده بعديه ده كلام مش ناس محترفه خالص. ولو في شركات بتعمل كده فهم بيضيعوا وقت.